كابتن بلال، تحدي جديد بيدخله النادي الاهلي النهارده وشعار لا بديل عن الفوز علشان يواصل تصدره لمسابقه الدوري العام. لا، والاهلي في تحدي على طول الحقيقه يعني. تمام. انما التحدي الجديد في الوقت الحالي انك انت والمنافس هتلعبوا كل ماتش مع بعض، فيبقى في ضغوطات عليك وضغوطات عليه. مين فيكم اللي هيلعب الاول؟ مين اللي هيخلص الماتش الاول؟ مين اللي هيبقى لو هنا كسبان هيبقى هنا في ضغوطات، لو هنا خسران هتبقى الامور هنا مستريحه شويه. الاهلي زمالك كابتن علاء من شويه وكان عنده دوري مختلف شويه، دوري المؤجلات، وخلص الاهلي على خير الحمد لله. فقدنا فيه نقطتين، ولكن بقيه الثلاث مباريات التانيين الاهلي قدر يكسب الثلاث ماتشات، وداخل في اما كان اربعه خسرنا نقطتين وكسبنا ثلاث ماتشات. التحدي بقى الكبير دلوقتي انك انت هتلاعب كل الفرق اللي ما عندهاش ازمه النقاط بالظبط، ما عندوش مشكله في حته انه يخسر متوسط الجدول. طبعا عنده الفكره هتبقى موجوده في انك ازاي تعمل جيم على النادي الاهلي كويس. صحيح. ازاي تثبت انت كمدير فني بالنسبه لك، مدير فني عنده خطه وعنده شكل وعنده اداء وراجل مركز وبيلعب النادي الاهلي، ففرصه بالنسبه له. واحنا في اواخر الدوري دايما بيبقى فيه سبوت على كل المدربين، انت عارف حركه الانتقالات مش بس بتبقى للعيبه، بس بتبقى للعيبه وبتبقى للاجهزه الفنيه. فالمديرين بيبقى مديرين فنيين بيبقوا على تم استعداد انه يعمل ماتشات رائعه جدا 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 قدام الفرق الكبيره. مش مهم ان هو يخسر الفرق الكبير، المهم ان هو يبان ان انا مدير فني قوي. والنهارده في تحدي كبير من نوع مختلف. النهارده هيثم شعبان بعد عوده، هو كان ماسك الفرقه وكان عنده ماتشات كويسه وسوء بعض النتائج في بعض الاوقات، كابتن ضياء السيد مسك ما توفقش، فالنهارده رجع هيثم شعبان لمكانته تاني في سيراميكا كليوباترا. النهارده اكيد راجع بتحدي مختلف، اكيد الدوافع يعني اللي هيديها للعيبه كمان هتبقى مختلفه شويه. النهارده هو بيسوق نفسه كمدير فني النهارده، يا ترى بعد العوده الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه له كمدير فني؟ هل كان يستحق ان هو يرجع تاني مره تانيه، ولا الامور كانت يعني عادي كان ممكن يسيبه كابتن ضياء السيد يكمل؟ في حاجات النهارده مختلفه في مباراه النهارده تحديدا، يعني مباراه سيراميكا كليوباترا. الحاجه الثانيه، انت بتلاقي فرقه برده عندها امكانيات وقدرات كبيره. طبعا. فرقه سيراميكا عندها لعيبه، عندها امكانيات وعندها قدرات، ومختلفه شويه عن ستايل واسلوب الاربع فرق اللي الاهلي لعبهم المره اللي فاتت. بيبحثوا الاربعه دول بيبحثوا عن النقطه بشتى الانفس، يعني بشكل كبير جدا جدا، عايز ان هو بيدور انه ياخد نقطه من النادي الاهلي ويسعى ليها بشكل كبير. فما عندوش ازمه ان انا العب جيم مفتوح مع النادي الاهلي، ما عندوش قصدي الفكره دي ان انا العب جيم مفتوح مع النادي الاهلي، لا انا هفضل بشتغل بطريقه دفاعيه كويسه، احاول اشتغل على كاونتر اتاك هجمه، او بشتغل على كره ثابته واخلص بيها المباراه، او افضل لحد الدقيقه الاخيره زي ما حصل مع اسوان، زي ما البنك الاهلي تعادل، زي ما حصل مع دجله في الماتش الاخير. صح. الستايل النهارده هيبقى مختلف شويه، بتلعب فرقه ممكن تبقى بتلعب مع جيم مفتوح من البدايه، فمهم زي ما قالوا الكباتن انك تستغل الفرص من بدري شويه. من بدري شويه ممكن تلاقي فرقه سيراميكا الشوط الثاني لياقتها جيده، ممكن تلاقي لياقتها قليله، بقى لها فتره ما بتلعبش برضه، فانت ما تعرفش هم هيجاروا معاك الجيم ازاي. صحيح. انت الفكره كانت بالنسبه للنادي الاهلي هو لما بيوصل الشوط الثاني بيقدر يخلص، لان الاهلي كان واقف، يعني لعيبه الاهلي عندها لياقه بدنيه اعلى بكتير من الفرق الثانيه. فالنهارده هل التحدي ده او هل الامور دي هتبقى زي ما هي متشابهه، اللياقه البدنيه هتبقى متساويه، الاهلي هيفضل دايما هو اللي راكب الجيم عشان هو لعيبته اكثر لياقه بدنيه، لعيبته اكثر جاهزيه؟ الامر مش عايزين نتركه للشوط الثاني، عايزين يبقى الامور من البدايه، لان دي فرقه بتلعب جيم مفتوح. الفرقه اللي بتلعب جيم مفتوح لو سجلت هدف من البدايه الجيم بالنسبه لك هيتسهل، على عكس الفرقه الصغيره. الفرقه الصغيره برضو انا ما زلت في الجيم، حتى لو الاهلي سجل هدف. صح. حتى لو الاهلي سجل هدفين انا ما زلت في الجيم، وبشتغل على هجمه مرتده وبشتغل على كره ثابته اسجل منها هدف، وبالتالي ارجع مره ثانيه للجيم من جديد. صح. لكن سيراميكا هيلعب جيم مفتوح. فمهم انك تستغل الحته دي. لو استغلت الحته دي ما اعتقدش ان هو يبتدي يقفل ويبتدي يلعب على كاونتر اتاك او يلعب على كره ثابته او يلعب على خطا دفاعي للنادي الاهلي. فالماتشات اللي زي دي مهم في البدايه انك تسجل هدف. مهم البدايه انك تستغل فرصه، مهم من البدايه جدا جدا انك تضغط عليه. ما ينفعش ان احنا في وقت من الاوقات نبتدي نقول ايه، طب احنا هنسيب الاستحواذ للسيراميكا كليوباترا. لا، عنده لعيبه وعنده امكانيات وعنده قدرات طبعا، وعنده سرعات كمان في الناحيه الهجوميه. صح. وعنده ناس بتعرف تسجل اهداف، عنده تاني هدف في الدوري انك تسيبه يجاريك الا في اقل الاوقات. انت كره الماتش 90 دقيقه فطبيعي لازم يكون له هجمات، ده وضع طبيعي يعني. صحيح. انت مش بتلعب نفسك يعني. صح. بتلعب فرقه برضو عندها قدرات، فعادي ان يكون له فتره من فترات له خطوره. أكيد. لكن ما ينفعش يبقى هو متسيد الجيم لفترات طويله، هتصعب الامور علينا. فانا اتمنى الاهلي من البدايه يبقى ضاغط. صح. اتمنى اللعيبه تستغل كل الفرص اللي موجوده، لانك في الحالتين دول لو ضغطت على سيراميكا كليوباترا وهي من الفرق
الفرق المتوسطه دي لما بتضغط عليها